تواصل السلطات المصرية تقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات لدخول المساعدات إلى قطاع غزة، حيث عبرت اليوم 47 شاحنة لمنفذ العوجة. فيما عادت الشاحنات من معبر كرم أبو سالم بسبب عدم سماح الجانب الإسرائيلي لها بالعبور هذا، ووجه سائق الشاحنات الشكر للسلطات المصرية لتسهيل دخول معبر رفح المصري، مؤكدين أن المنع والتعنت جاء من الجانب الإسرائيلي. دخلنا تفتشنا وخلصنا التفتيش كله، وبصينا لهم قفلوا الحاجز اللي هيودينا ننزل، وراهم حوالينا على بره على هنا. دي اول مره. وتاني مره من عند اللي فاصل قال لك لف وارجع، تالت مره قال لك لف وارجع. فاحنا اساسا مش عارفين في ايه هناك، يعني ما احناش عارفين. والنهارده 16 يوم في النقله دي، محملينها النهارده بقى 16 يوم وواقفين بالعربيات، مره يودونا البرحه ومره نيجي، ما احناش عارفين في ايه لحد دلوقتي، ما نعرفش في ايه. دخلنا ثلاث مرات وطلعنا. بالنسبه للدخول، الجانب المصري مش ممانع بالدخول، الجانب المصري مصرح ان احنا دخلنا معبر رفح ودخلنا معبر كرم ابو سالم منفذ بتاع الحدود الاسرائيليه. دخلوني فتشوني وعملوا اللازم، فالمفروض احنا بقى نخش من بعد ما طلعنا من منفذ اليهودي كرم ابو سالم، نخش على المنفذ بتاع غزه اللي هو بتاع كرم ابو سالم اللي هو تبع الدوله الفلسطينيه. منعونا وراحوا مطلعيننا تاني، مرجعنا الى منفذ رفح تاني. بقى لي 16 يوم هنا في النقله دي. دخلت معبر كرم ابو سالم، فتشت نوبتين اتنين وطلعت تاني وما فيش تعتيق برضه. يا باشا احنا بنشكر رجال الامن المصري، بيخلصوا لنا التنسيق تمام وكله تمام، والنفق بنعدي تمام، وبنيجي هنا بينسقوا لنا وبندخل جوه، بنلاقي طبعا التفتيش وكلام من ده تمام، فبيفتشونا، وبعد ما يفتشونا يوقفونا تاني شويه ننتظر، وبعد كده يقول لك لفهم الجانب الاسرائيلي تمام. بعد ما بنقرب مثلا نعدي المعونه اللي معانا لاخواننا الفلسطينيين، بيبداوا يخرجونا تاني. فنحن بنتمنى بس ان احنا نوصل المعونه دي لاخواننا، لان هم يعني مستحقينها بصراحه في ظل الظروف اللي هم فيها دي، يعني بامانه ربنا يستحقوا ان الحاجه دي تدخل لهم بما يرضي الله.